تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست. كالعادة نرصد أبرز التفاعلات والمواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. كنا شهدنا يوم أمس أول حالة إطلاق رصاص في تظاهرات السويداء، السويداء التي ما تزال طبعا إلى الآن تتربع على المشهد في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. حالة إطلاق الرصاص كانت الأولى من نوعها منذ اندلاع هذه الاحتجاجات قبل نحو شهر من الآن. تلاها مباشرة كلمة للشيخ حكمة الهجري، والتي أرسل من خلالها رسائل وصفت بالنارية، لعل أبرزها هجومه على حزب البعث وأيضا إعلانه صراحة الجهاد ضد الميليشيات الإيرانية. اندلعت التفاعلات وكثرت الأقاويل بعد هذه الكلمة وبعد أحداث يوم أمس المتسارعة والمتباينة. سنرصد أبرز هذه التفاعلات اليوم في حلقة ريبوست، ابقوا معنا. ما تزال أصداء عملية إطلاق النار على متظاهرين في السويداء من قبل حرس فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي. تستحوذ على حديث وسائل التواصل الاجتماعي إذ جند النظام أبواقه بشكل طبيعي لرمي التهم هنا وهناك بعيدا عنه وعن عناصر قواته، في استمرار للمسرحية الشهيرة المعروفة المؤامرة. المؤامرة المزعومة التي ألفها إعلام النظام منذ العام 2011. طبعا الفعل الذي قام به عناصر النظام بهدف ربما إخماد الحراك أو الحراك كان له أثر معاكس، حيث أصر المحتجون على الاستمرار بالحراك ورفع الوتيرة بعد إطلاق النار، خاصة بعد دعوة الشيخ حكمة الهجري للجهاد صراحة. أبرز ردود الفعل من قبل قوات النظام أو من قبل إعلام النظام إن صح التعبير رفيق لطف كعادته، يخرج يوميا مسلسل يومي، مسلسل رفيق لطف على فيسبوك اليومي. هذه المرة خرج بمقطعي فيديو لتفنيد عملية إطلاق النار على المتظاهرين في السويداء، وهنا بطبيعة الحال اتهم من وصفهم بجماعة ليث البلعوس بافتعال هذه الحادثة لتأجيج غضب المحتجين. نتابع. اليوم كثيرة كانت، فمضطر أحيانا الشغل ما نو سهل، وتجهيز المعلومة وتحضيرها ليس بالشيء السهل، يعني لآخر لحظة وأنا عم بشتغل لحتى أني أقدر أجمع المعلومة لوصلكم إياها. إذا صوتي واضح حدا يكتب لي واحد لأعرف أن صوتي واضح، إذا صوتي واضح حدا يعطيني إشارة أنه صوتي واضح. ممتاز. طبعا أنا البارحة طلعت وحكيت وكان حكي كتير ودي، وصلت رسالة وحذرت أنه في مخطط للهجوم على فرع الأمن وعلى جهة تانية. كان المخطط اليوم هو الهجوم أول شيء على فرع الحزب، وكان عندي علم طبعا بفرع الحزب لكن تعمدت أني ما أذكر، قلت لكم مكان تاني ما راح أحكي شو هو. وفعلا بنفس الحيثيات اللي حكيتها تم الأمر بنفس التنسيق، ولكن كان المخطط انه اول شيء يفوتوا على فرع الحزب ويفتعلوا حريق كبير كما حصل سابقا لما دخلوا على المحافظة، وبعد ما يحرقوا فرع الحزب كانوا بدهم يتوجهوا بشكل او مجموعة تانية، جماعة ليث البلعوس مجهزة حالة لتهجم على احد الافرع الامنية اللي ما راح سميه، كانوا مجهزين يهجموا على فرع أمني بحيث أنه الكل بيكون متوجه أنظاره لفرع الحزب والجهة الثانية بتتوجه مباشرة لأحد الأفرع الأمنية. طبعا خاب ظنهم اليوم وما نجحت المؤامرة تبعهم اللي خططوا لها، علما كانوا مجهزين سيارات دوشكايات أسلحة كله كان جاهز، وكان معهم سيارات لما اجوا قالوا دغري سكر الشباك سكر الشباك مشان ما يبين السلاح اللي جواتها، كان السلاح موجود داخل السيارات وجاهز، وكان معهم بالشناتي والبعض منهم كان مخبي السلاح. وفعلا تم اطلاق النار باتجاه فرع الحزب، تم اطلاق النار باتجاه فرع الحزب. وهن طبعا لما
أطلقوا النار باتجاه فرع الحزب، أطلقوه من جهة تانية مشان يوهموا الناس أنه أطلق النار عليهم. لما شعروا بفرع الحزب أنه في مين أطلق النار، طبعاً هن من حقهم بهذا الشكل وبهذا العدد هجموا ودخلوا إلى داخل فرع الحزب، من حقهم أنه يدافعوا عن نفسهم، لذلك أطلقوا الرصاص في الهواء. إطلاق الرصاص كان في الهواء مشان ما حدا يقرب، مشان الناس تتراجع، لأنه مجرد صاروا جوا عندهم مخطط للتكسير وتحطيم كل شيء وحرق المبنى. هذا إذن هو رفيق لطف، وهذا ضحضه للافتراءات. لكن ضحض الافتراءات التي جاءت من قبل لطف لم تأتي بشكل فعلي على لسان إعلام معارض أو محتجين من السويداء أو من أي جهة ممن يتحدث عنهم لطف، لكن التكذيب جاء على لسان فرع الحزب في السويداء الذي نشر بيانا على صفحته. يقول في هذا البيان: بيان حول الاعتداء على مقر فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي، أقدمت بعض المجموعات في محافظة السويداء على إغلاق الباب الرئيسي لمقر فرع الحزب وعدد من مقرات الشعب أو عفوا الشعب والفرق الحزبية على ساحة المحافظة، وعملت على منع مفرغي وقيادات الحزب من الدوام في مقراتها، وتعاملت المؤسسات الحزبية في المحافظة مع هذا الموضوع بضبط النفس تجنبا للصدام والفوضى، ولكن حالة الاحتواء والاستيعاب التي تعاملت بها مؤسسات الحزب قوبلت بالمزيد من التمادي من قبل هذه المجموعات ومراقبة مفرغي الحزب والعبث ببعض المقرات الحزبية. وكان آخر ما قام به هؤلاء بتاريخ 13 من أيلول 2023 هو محاولة اقتحام سور مبنى قيادة فرع الحزب والاعتداء على الحراس وتخريب مقر الحراسة والقفز فوق الباب الرئيسي المغلق من قبلهم أصلا للاعتداء على قيادة الفرع ومفرغيه داخل المبنى والعبث بممتلكاته، ما استدعى ضرورة الدفاع عن مقر الفرع والوقوف في وجه هذه المجموعات وعدم السماح لهم بالدخول إلى مبنى الفرع. كان هذا المنشور لصفحة حزب البعث العربي الاشتراكي فرع السويداء شعبة المركز الشرقية. كنا تابعنا يوم أمس كيف ألقى طبعا الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمة الهجري ألقى الكلمة التي وجه من خلالها رسائل وصفت بالنارية، هجم فيها حزب البعث وأعضاءه في السويداء في وقت دعا فيه صراحة إلى الجهاد ضد الميليشيات الإيرانية، ما أدى لانتشار هذا الوسم أو الهاشتاج، والذي يقول الشيخ حكمة الهجري يمثلني. هذا وسم يتم التغريد عليه الآن وكتابة المنشورات من خلاله. وقال الهجري في خطابه الذي ألقاه بمضافة أمام جمع من أهالي السويداء: أنا غير متفاجئ مما حصل، في إشارة إلى إطلاق النار على المحتجين، وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين. هدد الهجري أيضا بأن أي جهة ستأتينا بالسوء سوف تلقى مصير كل معتدي أتى أرضنا غازيا بحسب تعبيره. دعا الشيخ أيضا عائلات الجبل لبث التوعية بين أبنائها على مختلف توجهاتهم بالانتباه من الفتنة التي يسعى إليها النظام وأعوانه من قيادات حزبه، وذلك على خلفية إصابة 3 محتجين برصاص حرس من قيادة فرع حزب البعث في السويداء. الآن عضو مجلس الشعب التابع للنظام وأكثر أبواقه دفاعا عن الأسد خالد العبود. خالد العبود رد على كلام الشيخ حكمة الهجري بمنشور طويل جدا، هذا هو المنشور أو هذا مقتطف منه، يقول فيه: بدأه رسالة مفتوحة إلى شيخنا الجليل والكريم حكمة الهجري، إن كلام شيخنا الجليل يدعونا إلى كثير من القلق على هذه المحافظة وكثير من الخوف على أهلنا هناك، كون أن تشريحا مجردا لما ساقه هذا الشيخ المحترم يؤكد أن هناك مؤامرة تجري على السويداء وأن السويداء أضحت في قلبها، وأن شيخنا الغالي والجليل ليس لديه المعرفة الكاملة بها. إن شيخنا الغالي والحبيب، يقول عبود، لا يريد أن يعرف أن المرحوم حافظ الأسد قبل أن ينتهي كرئيس للدولة السورية
هو في جوهر القيم الوطنية لكثير من السوريين، تحول إلى قيمة روحية عميقة تفوق قيمة شيخنا الغالي معنويا وماديا. واتهم عبود أيضا في هذا المنشور الطويل، اتهم الشيخ الهجري بأن له مطالب شخصية فردية، فكتب في المنشور يقول: الشيخ الجليل والمحترم حكمة الهجري، نناشدك يا شيخنا بكل ما في الإسلام ونبيه من طهارة وقيم وأخلاق، وأنت رمز لها جميعا في واحد من مذاهب المسلمين الكريمة والغنية، أنه إذا كان لديك شعور بمظلمة شخصية من مؤسسة من مؤسسات الدولة أو من حيف نال منك في عنوان هنا أو عنوان هناك أو من حسابات خاصة لقيادة الطائفة، فإننا نتمنى عليك، يقول العبود للهجري، ونحن نقبل عمامتك الطاهرة، ألا تخلط الخاص بالعام، ألا ترمي سوريا إلى أتون المجهول. ينهي منشوره خالد العبود بهذه الكلمات. شبكة الراصد الإعلامية أجرت لقاء مع الجريحين اللذين أصيبا خلال إطلاق النار من قبل حرس فرع الحزب، حيث أشار أحد المحتجين أن من صوب السلاح أراد إصابة السائق في مقتل، وذلك لتدبير مقتل بقية الركاب. شادي وفيق علبي، أخونا الشهيد شادي علبي، تم إطلاق النار علي من قبل فرع الحزب بعد زيارة كانت لسماحة الشيخ حكمة الهجري يلي بيمثل هالجبل بمواقفه المشرفة، وكلنا تحت رايته وتحت عبايته، وبطالب محاسبة يلي أطلق النار من فرع الحزب ويلي معطي الأمر بإطلاق النار. نحن مستمرين بهالحراك وتحت راية الشيخ. رامي حمزة، رامي وحيد حمزة، كنا بزيارة ودية عند الشيخ بسلمان حكمة الهجري، مثلنا مثل الفصائل والبيارق اللي عم تزوره بتشد على ايده، نحن ما بنطلع عن شوره، ومثل ما امرنا ومثل ما شار علينا ما بدنا تخريب، بدنا نحافظ على منشآت الدولة، ما بدنا مظاهر مسلحة. اثناء قدومنا من قنوات على شهبة على مسكننا، تم اطلاق النار علينا من فرع الحزب، مش مكان، مش فرع امني، ولكننا نحن مسلحين، وفي براءة في فيديوهات توثق انه نحن كنا سلمية حاملين بيارة ما علامنا اللي بنعتز فيها. نحن بنطالب الشيخ حكمة الهجري بدمنا، وشو بيقول نحن كمان تحت رايته. خلصنا الزيارة وراجعين ادراجنا على مكان مسكننا، مرقنا من قدام فرع الحزب، فرع التخريب. نحن بنعرف فرع حزب مثلي مثل اي شيء خدمي، يعني مش شيء مسلح موجود فيه مجموعات مسلحه، مجموعات خارجه عن الاخلاق والدين والكرامه. وصلنا قدامه ولقينا فيه شويه جماعيه، ناس عم تهتف بدون لا سلاح ولا قلم ولا عصاي ولا باروده. فخففنا شوي بالعشقه، يعني خففنا شوي، ما شفنا الا رصاص صار يتوافد علينا، والحمد لله على فضل الله تعالى انه في خينا فادي علبي كانت اصابته الحمد لله اجت باللطف، وخينا رامي حمزي كمان اصابته باللطف، بس اجت الرصاصه قتل، والسياره موجوده اذا بتحبوا تصوروا، لانه اجت قتل للشوفير، يعني سياره ماشي وعم بيقوصوا عليها بدهم يقتلوا الشوفير مشان. ايضا قريه ريمة حازم في ريف السويداء ردت على اطلاق النار، إذ تحول المقر التابع للحزب في القرية إلى مقر للجمعية الخيرية. حزب الباحث خاين، حزب الحريين عبيد، نحن اللي بنزرع، واللي بيطلعوا على هذه الأرض، لا صح صح في الشرطة.
حزب الملعون ما نقبل انه يضلي لا ما برجوع قبل ما ترحل عني. إذن 25 يوما مضت حتى الآن منذ اندلاع الاحتجاجات في محافظة السويداء، كان فيها الكثير من المطالب لخصه هذا البيان الصادر عن الانتفاضة الشعبية في محافظة السويداء، والذي يحدد المطالب الرئيسية للحراك المستمر منذ 25 يوما. قرأته هذه السيدة من ساحة الكرامة. وأكدوا على ما يلي: واحد، استمرار مظاهراتنا السلمية والمدنية في ساحة الكرامة حتى رحيل هذا النظام. التغيير السياسي ضرورة وحيوية لكل السوريين، وتحقيق الانتقال السياسي لمشروعية القرار الأممي 2254 الصادر عام 2015 مقدمته الأولى. تفعيل القرار 2118 الصادر عام 2013 الذي يحول مرتكبي جرائم الحرب لحق الشعب السوري إلى محكمة الجنايات الدولية. 4. التمسك بوحدة الأرض السورية وهويتنا الوطنية، رافضين المشاريع الخارجية الانفصالية والخطابات الطائفية التحريضية. 5. الإخراج عن كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المغيبين قسريا والكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين في ساحات الكرامة من قبل الأجهزة الأمنية ومحكمة الإرهاب، وإلغاء قراراتها غير الشرعية وإصدار عفو عام مطلب شعبي لا مساومة عليه. 6. الخدمات الاقتصادية من كهرباء ومحروقات ومياه أساسيات الحياة ليست هبة أو منا وغير قابلة للتفاوض أو المساومة عليها. نحمل سلطة النظام وحزب البعث والأجهزة الأمنية مسؤولية إراقة الدم السوري منذ عام 2011 لغاية هذه اللحظة، ونوجه رسالتنا للجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية والمحافل الدولية ذات الصلة والتي يجب عليها الأخذ بدورها في تحقيق مطالب الشعب السوري على. فقد تعرض انتفاضة السويداء الأخيرة في ادعاء النظام بحماية الأقليات وفضحت جرائمه بالأدلة القاطعة وعدم نيته تقديم أي تنازل لمصلحة السوريين ومطالبهم المحققة. الانتفاضة الشعبية في محافظة السويداء 14 يوليو 2023. الاحتجاجات مستمرة في ساحة الكرامة ولم تقتصر على المطالبات والبيانات، كان هناك أيضا أنواع أخرى من الفنون التي ظهرت في هذه الساحة. ما بدنا تجار ارحل يا بشار، هذه أغنية، وما بدنا مصانع للكبتاغون، وما بدنا تجار ارحل يا بشار مع إيران وروسيا، أغنية غنتها سيدات من السويداء بهذه قدمت هذه الأغنية الشعبية وهي من ابتكارهن، كنا يرددنها يوميا في ساحة الكرامة. Let's go.
وبمناسبة الأغاني سنختم ريبوست بهذه الأغنية، وهي أغنية دويتو تجمع الفنان رفيق لطف والفنان ريبال الهادي، وهما من أبرز المدافعين عن النظام في الفترة الأخيرة. لحنها الفنان جهاد السقا وأعدها قسم النيو ميديا بتلفزيون سوريا. نختم بها. اللي طمعوا ليحكوا باسم اهل السويدة حاملين سلاح غصب عن راسكي، وانا كاتب اسمائهم لهدول الارهابيين واحد واحد، اسم فلان 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 واحد واحد، اسم فلان 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 واحد واحد. اللي بده يطلع ليطالب بحقوق ما بيطلع يطلع، اللي بده يطلع ليطالب بحقوق بيطلع بيطلع. هذه طريقة مصطنعة ومدروسة ومسيسة من قبل فلان الخمسة، اسم فلان 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 واحد واحد، اسم فلان 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 واحد واحد. انتو كل كلمة لعن المدار، ولك سرميتوا في تمك ولا بشرتوا لا حيوان ولا منشح، انت بالسويد وينك تكون؟ حدا فكر هيك شوي حك راسه وقال شلون بكبسة زر اجوا من فوق صاروا عندهم صح صح مالو من نوم، اسم فلان 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 واحد واحد، اسم فلان 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 واحد واحد. نحن ما لسنا قلنا كلمتنا ولا إذا قلنا كلمتنا أنتو حك رشة مي حك بالباب بترى لعنكم تختفي بالشجرة دي محل بحد سر ميت وبالشار حافظ أسد بطولوسكن ولا هيدا أبو حافظ أسد ابن أسد عبارة عن مجموعة من تجار المخدرات والإرهاب لعدي اللي غريب ماله من اسم فلان 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 واحد واحد، اسم فلان 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 واحد واحد. ليش حاملين علم الخمس الوان؟ لأنه هدول جماعات ارهابيه تكفيريه داعشيه، لا بيخافوا الله ولا بيعرفوا مالو من اسم فلان 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 واحد واحد، اسم فلان 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 واحد واحد. اذا قلنا يا علي كارثه، اذا قلنا يا علي كارثه طائفيه مذهبيه عقائديه وطنيه، ولك رجال السحر مالك وين قدن سر مايتو محل بحط أرض روس غصب على الراس. هذا اللي بيصير وهذا اللي عم يتخطى وهذا اللي عم يجروك، ولأنه هاي الخمسة واحد واحد. ولك يخرب بيتكم اللي عندكم درة إيمان والشرف وضمير، اسم فلان 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 واحد واحد، اسم فلان 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 واحد خمسة.